الأميرة على جزيرة النصر. والله نتوفقوا في هذا الشيء هذا. السي لغاش معكم، تحية للجميع. هذه الغابة الله يبارك راه هي بعيدة، ولكن غادي نروح حنا من هنا. جزيرة النصر ما نعرفوش نصيبو ولا ما نصيبوش فيها. فهي مجانبة للغابة ديال لايبنيكا. مقهى هنا، حتى التجزئة يطالبها التنظيف والصباغة، الأحياء ديال هذا ذلك. ما كنشوف داك الشيء، بعض الدروب فهي مصبوغة. الطريق مهملة، يجب تعبيد مثل هذه الطرق لكي تكون الساكنة مرتاحة. في هذه الحالة ملي كتكون الطريق على هكا، كتكون الغبرة كتدخل الديور، كيجبروا الناس مشقة باش ينتفوا الديور ديالهم. هي السكينة ديال هذا المكان، هذه الأماكن أو الجزيرة ديال مصر. مقاهي هنا وهناك، مسجد الأنيق، عمري ما مريت من هنا باش نوريكم هذا المكان. اليوم عاد كتب في الغابة، وشوفوا الجذوع الساقطة على الأرض. هناك اعتداء على الأشجار هنا كما كتلاحظوا. غابة مهمشة هنا، غابة مهمشة للغاية، كلها أزبال. شوفوا الحيوانات، كاين شوية الإهمال هنا. أول مرة كنمروا من هذا المكان. شوفوا هاد الزواقة، ما شاء الله، دائما في حي النصر، في
نشوفوا على ما كانش حاجه جميله. الحمد لله العريس كلها منوره بالسيجاره ما شاء الله ما شاء الله. العودة من هنا خضرة خضرة جميل. ما قلت لكم التجزئة قريبة للغابة، ولكن الغابة واكلة الشحط مزيان. الطريق فين كتدي الله اعلم. نساريكم شي شويه رحم الله. هذه هي التنويه ديال الشقر والهيات، وتحية لكل تلاميذ امتحانات البكالوريا الله يوفقهم. تحية لكل التلاميذ اللي كيزاولوا الدراسة ديالهم في ثانوية بن شقرون. كنتمنى يدخل عندي شي تلميذ ولا شي تلميذة يقول لي أنا كنقرا في بن شقرون، غنكون سعيد بذلك. هنا الاعتداء على الغابة. وليدات ثانوية بن شقرون الله يوفقكم، الله سبحانه وتعالى يعاونكم ويسهل عليكم مصعب. أنا ديما كنوصيكم عند الامتحان يعز المرء أيهان، ملي نشدي الورقة في يدي ولا ملي ندخل القسم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر وتوكل على الله. قل الوالدين والأهل والأحباب يدعوا معك وما يكون غير الخير. أشغال جارية هنا، اللهم يسر يا ربي الإصلاح الإصلاح. مقبرة سيد العربي اللهم إنا بكم لاحقون، اللهم ارحمهم وأنزل عليهم شبابيب رحمتك، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم، لا سبيل لهم إلا أنت. الغابة هنا تغتال تغتال يا أخواني، ولكن كاين واحد السيد هنا كيصبغ أسفل الغابة الله يجازيه بخير. أسفل الأشجار كيقوم بالصباغة ديالها. دائما مدينة العرائش ترحم بكم. شي فين وصلت انا غير غادي وصافي، غير غادي. الاماكن رانا عمري ما وصلت لها هاد الاماكن اخوتي. العريش كبرات، ما
المسجد هذا. أي مسجد هذا؟ صغير غادي، ما عرفتش فين غادي. المسجد اللي في الأفق ليه واقيلا مسجد الفرقان، وهذا مؤسسة المصلحين الله يوفق. أي مسجد هذا؟ ها انتم خوتي فين خرجوا؟ بقيتش عارف فين كاين انا دابا. يلاه كنشكركم، ما كنشكركم كثيرا على المتابعه ديالكم. وانتم شفتوا فين مشينا اليوم، سارينا مزيان. انا عولت غنصور تجزئه النصر، ولكن عرفت شي واش خرجت عليها شي شويه ولا سي دي جي. هادي سي دي جي. قول عندي شي حد يقول لي انا ساكن هنا. مسجد قباء كما ورد قبل قليل ان المساجد غدا تفتح يوم 15 يوليوز بالتدريج ان شاء الله بحول الله. هنيئا مع التباعد بين المصلين. ورد مصدر رسمي انه ابتداء 15 يوز فتح المساجد. بارك الله عليكم. احمد استلغاش.